السلام عليكم ولادي تلاميذ السنة الرابعة متوسط. اليوم إن شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه غادي ندير لكم النص المسموع بارت 4. بسم الله على بركة الله نبدأ. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بون كاع راكم تتسألوا على راني ندير النص المسموع. النص المسموع هو اللي يخليكم تحلوا التمارين في الكتاب المدرسي، تعتمدوا على روحكم تفهموا النص معايا وتحلوا التمارين. اوكي، هنا عندنا تمرين 74 و75 بيج 106. اوكي، تاسكس 74 و75 بيج 106. I listen to part 4 of the interview. غادي نسمعوا المقطع رقم 4 من الانترفيو، من المحاورة ولا الconversation. هنا question 4، السؤال رقم 4. What is the most important piece of advice your mother has ever given to you؟ السائل قال الزهرة ظريف، ما هي أهم نصيحة التي قدمتها لك والدتك ولا أمك؟ ما هي أهم نصيحة اللي قدمتها لك أمك على الإطلاق؟ ميسيس دريف شو قلت لهم؟ قلت لهم As I mentioned it in my book Inside the Bottle of Algiers. أنا نقرأ لكم غير بشوية بتفهموني. كما ذكرت في كتابي داخل معركة الجزائر. From an early age لقد نشأت كما نقولوا حنايا my brother and sisters and I were all brought up with the conviction that Algeria is our country. قال لك انايا من الصغري، يعني كما نقولوا from an early age، من الصغر تاعي، خوتي ششرة الأولاد and sisters البنات and I وأنا كيما نقولوا حنايا كانت عندنا قناعة باللي الجزائر هي بلدنا. صحيح، زعما هما كبروا منذ الصغر واقتنعوا باللي الجزائر هي البلد تاعهم. My mother taught us to be proud of our country, history, and forefathers. الأم تاعنا علمتهم علمتنا علمتنا باش نكونوا فخورين to proud باش نفتخروا of our country. يلاق نفتخروا بالبلد تاعنا، history تاريخ تاعنا، and forefathers والجدود تاعنا واجدادنا. نعاود نقراها لكم. As I mentioned it in my book Inside the Battle of Algiers, from an early age my brothers and sisters and I were all brought up with the conviction that Algeria is our country. My mother taught us to be proud of our country, history, and forefathers. Okay? Question 4. دائما هذا تابع للمقطع. What is the most important piece of advice your father has ever given to you؟ ما هي أهم نصيحة التي قدمها لك الوالد ولا الأب تاعك؟ ما هي أهم نصيحة؟ Mrs. Drif, like my mother مثل أمي my father also insisted أبي أيضا كما نقولوا حنايا أصر insisted وحدي insisted كما نقولوا حنايا يصر on pride and dignity. أصر على والدي أصر والدي عليا باش نكون على الكبرياء والكرامة.
And he kept repeating to us, دائما كان يعاود لي ويكرر. That's the most important thing. هي أهم شيء. زعما أهم شيء is to learn. هي التعلم. Learn and go on learning. هي التعلم والتعلم والاستمرار في التعلم. نعاودها. What is the most important piece of advice your father has ever given to you? Mrs. Dreyf, like my mother, my father also insisted on pride and dignity. And he kept repeating to us that the most important thing is to learn and go on learning. Okay, هذا هو النص المسموع تاعنا. نتمنى وليديك فهمتوا معايا وقريتوا معايا باش تحلوا التمارين. والى نص اخر ربي يحفظكم. ماذا بكم جام اشتراك في القناه اللي مش مشترك. صح فطوركم صح رمضانكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.